في فيديو النهاردة هنتكلم عن الفنانة هنا الزاهد وجوزها الفنان أحمد فهمي، وهنعرض ليكم إطلالة هنا بالبيكيني اللي أثرت إعجاب الجميع، وهنكشف ليكم حقيقة حملها في طفلها الأول من جوزها أحمد فهمي. لكن قبل ما تكمل الفيديو انزل بسرعة واعمل لايك، عايزين نوصل الفيديو ده ل5000 لايك، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل زرار الجرس علشان كل الجديد يجي لك لحد عندك. يلا بينا نكمل الفيديو لكن بعد الفاصل. انتشر في الفترة الأخيرة خبر حمل الفنانة هنا الزاهد في طفلها الأول في كل المواقع الإخبارية وفي كل مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير جدا، واللي ساعد على انتشار الخبر ده لما قامت الفنانة هنا الزاهد بنشر صورة لطفلة صغيرة على حسابها الرسمي في موقع الفيسبوك، خلت كتير من متابعيها يفتكروا ان هنا حامل من جوزها احمد فهمي، وانها بتعلن عن حملها لكن بطريقة غير مباشرة. لكن قناة اسرار النجوم اتأكدت ان كل الكلام ده مش حقيقي، وان خبر حمل الفنانة هنا الزاهد مجرد اشاعة، وان الصورة اللي نشرتها هنا على حسابها في موقع الفيسبوك هي مجرد صورة لطفلة جميلة عجبها شكلها مش اكتر من كده، وان هنا الزاهد مش بتفكر في الحمل في الوقت الحالي خصوصا بعد انتشار فيروس كورونا وتحذير منظمة الصحة العالمية لكل زوجين من اتخاذ قرار الحمل لخطورته على صحة الام والجنين. ومن يومين تقريبا نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة ليها على حسابها الرسمي في موقع انستجرام، وظهرت هنا بالبيكيني في اطلالة جذابة جدا وكانت لابسة قبعة، وبمجرد ما نشرت هنا صورتها الجديدة انهالت عليها التعليقات من كل محبيها ومتابعيها واللي أبدوا إعجابهم بإطلالتها الجديدة وبجمالها اللافت للنظر. والجدير بالذكر إن الفنانة هنا الزاهد وجوزها الفنان أحمد فهمي احتفلوا بعيد جوازهم الأول في الشهر اللي فات، وبالمناسبة دي نشر الفنان أحمد فهمي صورة بتجمعه بزوجته الفنانة هنا الزاهد، وظهر أحمد في الصورة وهو بيحضن زوجته هنا وكانت لابسة هنا مايوه، وعلق أحمد على الصورة وقال كل سنة وأنت طيبة يا أحلى حاجة في حياتي، وبرافو إنك عارفة تروديني، أول عيد جواز. وفي نهاية فيديو النهاردة طبعا كلنا بنتمنى كل السعادة والنجاح للفنان أحمد فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد، سواء في حياتهم العملية والفنية أو في حياتهم الأسرية والزوجية. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص، لكن لسه أسرارنا ما خلصتش، استنونا فيديوهات جديدة وأسرار جديدة على قناتكم أسرار النجوم.